السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: العراق وانهيار التعليم. واسم هذا الأسبوع أيضا الهاشتاج لهذه الحلقة هو طلبة بلا تعليم. مشاهدينا، يمكنكم التواصل معنا من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، وأيضا من خلال الرقم المخصص للواتساب، حيث يمكنكم إرسال رسائلكم التي سنقرأها أثناء هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، عندما اخترت موضوع الحلقة وبدأت إعدادها اعتمدت على أحدث التقارير المتعلقة بواقع التعليم في العراق، والذي صدر من البنك الدولي قبل أيام، والذي يقول إن 90% من طلبة العراق لا يفهمون ما يقرؤون. ولكن ولأن العراق في زمن حكومات الاحتلال ولاد للكوارث والأزمات والفشل، فقد حدث ما يؤكد هذا الفشل، إذ تسربت أسئلة مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية لمرحلة الثالث المتوسط، وهي كما هو معروف مرحلة انتقالية والامتحانات فيها تكون وزارية. فكيف سربت هذه الأسئلة، وأين الرقابة عليها من وزارة التربية والمشرفين على قطاع التعليم؟ وهل سيمر هذا الحدث مرور الكرام دون عقاب ومحاسبة؟ شاركونا للإجابة على هذه التساؤلات وغيرها التي سنطرحها في هذه الحلقة. الآن مشاهدينا، دعونا نتابع بعض المقابلات لمواطنين عراقيين وهم يتحدثون عن واقع التعليم في العراق، لنستمع لما قالوه. معكم دكتور غالب الدعمي، أستاذ الإعلام في جامعة أهل البيت. أتحدث اليوم عن امتحان اللغة الإنجليزية المرحلة الثالثة، بكالوريا امتحان اللغة الإنجليزية. عن نفسي وصلتني الأسئلة الساعة الثالثة ليلا عن طريق فاعل خير، واحد من البيجات، أسئلة تماما 100% مطابقة لي اللي جت بالامتحان اليوم. مريت بالصدفة، شفت الطلبة طالعين المدرسة، شفت الأسئلة مالتهم تماما هي لا اختلاف. معقولة وزارة التربية وصلت لهالمرحلة من عدم الثقة؟ معقولة ضمائركم خلتكم تسربون الأسئلة، وبالتالي المجد والمتميز تكون درجته أقل من درجة اللي نايم للظهر وياخذ الأسئلة؟ أنا متأكد هذه الأسئلة ما سربت للفقراء، سربت لشخصيات، لأبناء مسؤولين، لأبناء وزراء، لأبناء نواب، الله العالم. المهم سربت. زين، هذا الطالب تعلمونه من الثالث متوسط على الغش، شنو راح يكون؟ وبعدين ياخذ السادس، هم تعطونه الاسئله وهم ياخذ امتياز، ياخذ 100 درجه وينقبل كليه الطب ويعالجكم ويعالج ابنائكم. هي هذا الدوله وصلت لهالمستوى بزمنكم؟ والله يفترض ان يقال وزير التربيه، ويقال مدير الامتحانات بوزاره التربيه، ويقال كل شخص له علاقه بهذا الموضوع، ولا تظلوا تسكتون. هاي للاسف الشديد وصلنا اليوم احنا بهذا الفعل وغيره الى الدوله الفاشله والمنتجه للفشل. بجهودكم وبفضلكم وصلنا لهذه المرحله المأساويه، وشكرا. مشاهدينا الكرام، طبعا كان في المقطع كما استمعتم هو الدكتور غالب الدعمي، استاذ الاعلام في جامعه اهل البيت. تحدث في هذا المقطع عن تسريب مادة أو أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية لمرحلة الثالث المتوسط. استمعتم إلى حديثه، هو أستاذ جامعي، يؤكد أن الامتحانات أو الأسئلة التي سربت ليست فقط لمادة الرياضيات كما تقول وزارة التربية، بل أيضا لمادة اللغة الإنجليزية. الآن دعونا نتابع مقابلات من الشارع لمواطنين عراقيين تحدثوا مشاهدينا عن واقع التعليم وما هي آرائهم بشأن وضع التعليم الآن في العراق، لنشاهد. حقيقة الأساس في بناء أي مجتمع وفي تطور أي دولة من دول العالم هو يبدي من التربية والتعليم، يعني الأساس هو التعليم، نهضة الشعوب تبدأ من التعليم. حقيقة يعني تعرف أنت الأزمات اللي مر بها العراق منذ عام 2003 والتخلف في بعض القطاعات انعكس بشكل سلبي على موضوع التربية والتعليم. الجميع يعلم ويتفق أنه كثرة المدارس الأهلية، كثرة الدروس الخصوصية، هاي أثرت بشكل سلبي
على مستويات التربية والتعليم، إضافة إلى مسألة أخرى وهي الأهم، أنه نعرف أنه كثير من المدارس أنه هنالك أعداد كبيرة من الطلبة، وفي الصف الواحد قد تجد 60 إلى 70 طالب. أعتقد أنه طريقة إيصال المعلومة لهؤلاء التلاميذ من الصعوبة بمكان، ولهذا يلجؤون إلى الدروس الخصوصية وبالتالي تؤثر على مستواهم العلمي. أول مرة التعليم هو إذا أساسه قوي فالتعليم يتطور، أما إذا أساسه متدني من رياض الأطفال حمدي. رياض الأطفال كورس بي 50 60 70 طالب، هم أطفال، فالمعلمة ما يسيطر عليهم، وبعدين قلت بنات أو بنات متهالكة، وبعدين وكذلك ظهور هاي المدارس الأهلية وخصوصا الجامعات الأهلية اللي تخرج لنا طلاب فاشلين بكل اختصاصاتهم من الطب، هندسة إلى آخره. فالحكومة، كل الحكومات المتعاقبة تتحمل مسؤولية فشل التعليم، وهذه المناهج المتدنية يراد إعادة النظر بالمناهج. احنا ما عندنا شك بالتربويين الأساتذة، لكنه مدارس قليلة، مناهج متدنية، لذلك طالب فاشل حتى ما يقدر يقرأ ويكتب. يعني فاحنا نتمنى من العراقيين الوطنيين الولائهم للبلد أن يهتمون بالتعليم، لأن التعليم أساس البلد، التعليم أساس البلد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أصبح هو التعليم في العراق يعني كارثة كبيرة، يعني عدم اهتمام بالنسبة للمدرسين أو المعلمين للطلاب، وبالأخص الطالب يعني ما قاعد أنه يدرك كل الدروس من قبل المعلم أو المدرس. لكن هناك يعني مدارس لازم أن تعطي أموال في سبيل مدارس خاصة، يعني تدخل في سبيل أنه تتعلم أكثر يعني. لكن احنا نشوف أنه المدارس أو وزارة التربية لها قصور كبير تجاه المدارس، يعني أصبح أنه هناك الأمية منتشرة، يعني بالأخص الطلاب الرسوب كثيرة موجودة يعني في نهاية المدارس. لكن احنا نتمنى إن شاء الله من وزارة التربية أن لابد أن تعمل بشكل أو بآخر من أجل وصول الفهم وفكر الفكر للطالب إن شاء الله. حبيبي، هو مو بس التعليم اندثر، كل يعني متطلبات البلد انهارت، مو بس التعليم. أنا كنت بصف ثاني ابتدائي أقرأ قرآن، الله شاهد علي وأنا بهذا العمر. هسه بالسادس ابتدائي ما يعرف كل شيء يكتب، يعني هذا أي تعليم؟ ليش يعني؟ ليش يعني الحكومة كل شيء هذا أحمل مسؤوليتها رئيس الوزراء وللأحزاب؟ يعني ليش هي صار التعليم بالبلد؟ قبل الأطباء يعني يجون من خارج العراق يتعالجون بالعراق، هسه لا تعليم لا طب لا زراعة لا صناعة، مو بس التعليم كلها انتهت. المن نحكي ما من مجيب، هو البلد قلت لك بعد انتهى. هم اللي خلصوا كليات منو عينهم؟ رحمة الوالدين. هو مو بس التعليم، انت احكي على كل متطلبات البلد، هو كله منهار والتعليم فاشل صفر. وزارة التربية والتعليم للأسف الشديد لاحظنا في السنوات الماضية فضائح الفساد اللي حصلت فيها، وهذا أثر بشكل كبير على بناء مدارس. إضافة إلى أنه أول تشكيل حكومة في عام 2005 لاحظنا أنه أحد الوزراء، وزراء التربية السابق، شرع بتهديم وردم جميع أغلب المدارس، يعني أغلب المدارس ردمها وجعل الدوام ثنائي وثلاثي بحجة أنه بناء مدارس أخرى، ولا زالت المدارس التي ردمت في ذلك الوقت هي محط للنفايات، يعني مكب نفايات أصبحت الآن أرضها. اليوم ليس فقط مدارس طينية يعني موجودة خصوصا في محافظات، ولكن هناك مدارس منتهية لا شبابيك لا أبواب، وفي العاصمة بغداد ولا مراوح ولا أي شيء يعني، ومدارس تفتقر إلى الرحلات وتفتقر إلى صبورات وتفتقر إلى، يعني نلاحظ أنه أغلب التلاميذ يجلسون على الأرض ويكتبون. يعني في إحدى الصور اللي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي للأسف الشديد
التلاميذ يعني بال 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 بالصحراء يعني قاعدين، ومدرسة طينية متهدمة ومنتهية. الحقيقة الأمم المتحدة في تقريرها الأخير، طلاب العراق في جميع المراحل لا يفهمون ما يقرؤون، يعني التعليم تراجع إلى مستويات متدنية، بحيث يعني نقدر نقول أكثر من 55% مستوى متدني عالميا، بحيث العراق تراجع إلى نسبة كبيرة عند الأمم المتحدة، فالرقم أصبح ضعيف جدا أو ما إلى رقم في مستوى التعليم باليونيسف. هذا التراجع من كثرة استلام الأحزاب المتبادلة للسلطة، وهي الوزارة نذر عيادها إلا ولولادها، لا صرف لا متابعة، مدارس من طين، مدارس متهالكة، إعادة شطب وترميم المدارس على أساس بناء مدارس جديدة. المهم مميزات وأرقام ومليارات صرفت، ولا زالت طلابنا في كرفانات ومدارس طين والجلوس على الأرض، ومستوى المدرس في هاي الوضعية أكيد ما راح يعطي دروس متكاملة، مع قطع الكهرباء، مع عدم متابعة، مع وجود تلاعب بالأموال العامة كبير جدا، لا يستطيع أحد محاسبة الحزب الفلاني أو الحزب الفلاني. لذا أصبح التعليم نقول الطالب يعتمد على نفسه بالدخول إلى كلية أهلية أو إلى إعدادية أو متوسطة أهلية، هذا هو مستوانا الآن. نعم، بالنسبة لسؤالك حول المدارس الطينية أو المدارس، تعرف عندنا أعداد هائلة من المدارس المزدوجة ثلاثية الدوام وثنائية الدوام، هنالك عدد لا بأس به من المدارس الطينية. السبب هو يرجع إلى أن الموازنة اللي مصروفة لوزارة التربية تتراوح من 2% إلى 1%، لا توجد هنالك موازنة لوزارة التربية. الآن احنا لحد الآن اليوم تقريبا مشروع الصيني لبناء 1000 مدرسة، تعرف انت هذا المشروع الصيني احنا محتاجين اكثر من 10,000 مدرسة لفضل الازدواج في المدارس المزدوجة. المشروع الصيني اليوم يعني بدأ انه ببناء 1000 مدرسة في العراق، تعرف هذا المشروع المدرسة اليوم متبلش تبني بها ما راح تكمل اليوم ولا باكر، احتمال بعد سنة. فاحنا نحتاج انه التفاته من الحكومة العراقية يكون هنالك موازنة لوزارة التربية، يعني مو مثل 1% ولا 2% ولا حتى نقول 10%، التفاته الى وزارة التربية يكون هنالك موازنة تتناسب مع الأعمال التي تقوم بها وزارة التربية. مشاهدينا الكرام، نبدأ الآن باستقبال اتصالات حضراتكم من خلال الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة، وهذه أسئلة الحلقة مشاهدينا الكرام لكل من يرغب بالمشاركة في البرنامج للإجابة على أي سؤال من هذه الأسئلة التي تظهر المتعلقة بواقع التعليم، فهي تظهر أمام حضراتكم. نتمنى منكم المشاركة لإبداء آرائكم والإجابة على هذه التساؤلات: لماذا انهار الوضع المنظومة التعليمية في العراق؟ ما الأسباب التي أوصلتنا إلى هذه المستويات المتدنية؟ العراق خارج التصنيفات الدولية من فيما يتعلق بجودة التعليم، وهناك تصنيفات طبعا سنتحدث بعد قليل بأرقام عن مدى السوء الذي وصل إليه العراق من الناحية العلمية بعد 2003. أبو سمية من الأنبار، تفضل يا أبو سمية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. يا سيدي الكريم، انهيار التعليم في هذا البلد له أسباب كثيرة. نعم. والسبب الرئيسي أن الذين يحكمون البلد قد صعدوا بالتزوير، وقد صعدوا على أكتاف الناس بشهادات مزورة. نعم. لا تتوقع من ثلة فاسدة أتت من خلف الحدود وأتت على ظهور الدبابات، لا تتوقع منها أنها تأتي لكي تؤمن البلد ولكي تؤسس لتعليم ناجح. نعم. أساس نجاح كل مشروع وكل كفاءة في كل بلد هو أساسه التعليم. لذلك هؤلاء الثلة يعملون على إفشال التعليم، لأن إفشال التعليم يعني إفشال الوطن بكامله. على ماذا تتكلم؟ تتكلم عن المدارس الطينية أو الكرفانية أو عن تلاميذ يجلسون على الأرض والقائمة تطول. تتكلم عن الأحزاب الفاسدة التي أفسدت كل شيء وبضمنها أفسدت التعليم. الذي
يفسد في التعليم سواء على مستوى التعليم العالي أو على مستوى وزارة التربية له من يحاسبه. فإذا كان الحزب يغطي على الفاسد بمبدأ غطي علي أو غطي عليك، طيب يعني أنت لن يحاسب. تعتقد بأن ما يحصل أو يحدث للمنظومة التعليمية في العراق بعد 2003 أمر متعمد أن يستمر المستوى بالانحدار؟ نعم يا سيد الكريم، هؤلاء أتوا مدفوعين لتدمير البلد، وتدمير البلد وتدمير الكفاءات يبدأ من التعليم، فهذا شكرا أمر. نعم شكرا يا أبو سمية، وصلت الفكرة. محمد من أمريكا، تفضل يا محمد. ألو، السلام عليكم، أحيي قناة الراشدية البطلة. ورحمة الله، حياك الله أستاذ محمد. الله يسلمك أستاذ محمد أخوي العزيز. هاي من 2003 كفيلك الله، إن شاء الله مقصودة. ماكو تعليم بالعراق، شكو هو مخدرات وقتل وتهريب وتهجير، شكو بيه البلد. هو عم يلعبوا لعب، عم يدمروا العالم، الله يجمع على رؤوسهم. أستاذ محمد عزيزي، بارحة كفيلك الله جاي يطلعون مساجين يعني مسجونات من الملعب مال بغداد، يطلعون تكرم يودون للملاهي. طيب بس محمد ماشي، حتى بس لنبتعد عن الموضوع. اليوم عندنا تقرير من البنك الدولي يقول لك 90% من طلبة العراق ما يفهمون ايش دا يقرون. طيب يعني شنو فائدة التعليم اذا الدولة دا تخرج اجيال لا تفهم ما تقرأ؟ هذا شلون حيبني عمارة او يبني بيت اذا كان مهندس؟ شلون حيعالج مريض اذا كان طبيب؟ شلون حيدافع عن المظلومين اذا كان محامي، اذا هو دا يقرأ وما دا يفهم؟ عزيزي سالم محمد، هاي شغله مقصوده كفيلك الله. هي هاي الاحزاب جت تحكم العراق، ولا كلها ليره من 2003 تدمير العراق. نعم قبل بالثمانينات كان العراق يخرج دكاتره طيارين، هسه شو يخرج؟ مخدرات وتجار الحبوب، شو يخرج؟ وخرجين سجون، شو يخرج؟ وقتله، شو يخرج؟ ميليشيات، هسه العراق كله يخرج ميليشيات، شو يخرج رحمه الوزير؟ من 2003 دمروا العراق من الزراعة، من التعليم، من كل شيء. كفيلك الله، حتى البيت قاعد بيتهم ما تاثر عليه. شكرا والله العظيم. نعم وصلت الفكرة، اشكر حضرتك للمشاركة. خلونا نشوف مشاهدينا الكرام تقرير انفوجرافيكس يتحدث عن او انفوجرافيك يتحدث عن التعليم في العراق، المراحل التي مر بها العراق باختصار شديد طبعا، وسنرى بالارقام التي ستظهر حجم الكارثة الموجودة في العراق بالنسبة لقطاع التعليم. لنشاهد. يضاف إلى ذلك مشاهدينا الكرام أن العراق خارج تصنيف جودة التعليم الذي يقيم من المؤتمر الاقتصادي أو المنتدى الاقتصادي الذي يعقد في دافوس كل فترة. نرى بأن العراق خارج تصنيفات جودة التعليم، خارج التصنيف، يعني مو أسوأ دولة موجودة ضمن التصنيف، لا هو خارج التصنيف لأنه لا يمتلك المقومات لكي تجعله يتواجد ضمن تصنيف الدول والتي تقاس على أثرها جودة التعليم. دعونا الآن نتابع مشاهدينا الكرام كارثة من الكوارث الأخرى التي حدثت خلال هذا الأسبوع وبالتحديد اليومين الماضيين. تم تسريب أسئلة امتحانات مرحلة الثالث المتوسط مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية. طبعا الدولة ماشية على موضوع أنه الرياضيات هي التي تم تسريبها، لكن كما عرضنا قبل قليل للدكتور غالب الدعمي أستاذ الإعلام في كلية في جامعة أهل البيت، تحدث عن حصوله على نسخة من أسئلة
مادة الإنجليزي اللغة الإنجليزية والتي تطابقت بنسبة 100% مع الامتحان الذي تم إجراؤه بعد سويعات بسيطة من لحظة حصوله على الأسئلة المسربة. هذا الكتاب الذي ترونه أمام حضراتكم هو كتاب من وكيل الوزارة، وزارة التربية للشؤون الفنية، رئيس اللجنة الدائمة للامتحانات العامة، يقول بأنه إلى المديريات العامة للتربية في كافة المحافظات عدا إقليم كردستان تأجيل امتحانات الدراسة المتوسطة. قررت اللجنة الدائمة للامتحانات تأجيل امتحانات الصف الثالث المتوسط إلى إشعار آخر، وذلك لثبوت تسرب أسئلة مادة الرياضيات على مواقع التواصل وتشكيل لجنة تحقيق وزارية. طبعا كما قلنا بأنه ليست فقط مادة الرياضيات، فبحسب الأستاذ الجامعي الذي عرضنا مقطعه قبل قليل يؤكد حصوله على أسئلة مادة اللغة الإنجليزية كذلك، كيف تسربت هذه الأسئلة وكيف سمح لها أن تتسرب. خلونا نشوف هذا التعليق من مواطن عراقي في مواقع التواصل الاجتماعي، نشر صورة، عرضوها يا شباب، للامتحان امتحان الرياضيات، وكتب فوقها: الدولة اللي ما تحمي ورقة طولها 30 سنتيمتر شلون راح تحمي بلد حدوده طولها 3500 كيلومتر؟ تأجل امتحان الرياضيات والسبب تسريب الأسئلة، الساعة بالثنتين الفجر يتم تأجيل الامتحان، لازم الواحد يبقى سهران خاف يصير تأجيل. سؤال مهم جدا، إذا كانت هذه الدولة عاجزة عن الحفاظ وحماية سرية وخصوصية أسئلة امتحانات تحدد مصير طلبة وهي مرحلة انتقالية تنقلهم إلى المرحلة الإعدادية، إذا كانت لا تستطيع أن تحمي هذه الأسئلة وتحافظ عليها، كيف ستحافظ على العراق؟ كيف ستحافظ على 40 مليون نسمة تقريبا من العراقيين؟ كيف ستحافظ على ثروات العراق، على خيرات العراق؟ هل حافظت هي أصلا؟ هل هذه الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال حافظت على شيء مما يملكه العراق؟ ويانا محمد من بغداد، تفضل يا محمد. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام. تحية لك ولقناة الرافدين. حياك الله، كل الهلا، تفضل. طبعا من بعد 2003 هذا شيء متعمد للتعليم بالعراق، مو بس مجال التعليم بالعراق، بس احنا اليوم موضوعنا على التعليم. الهيئة التدريسية بمختلف انواعها بالعراق المفروض من يجون هيئة تدريسية يحسون مادة او بمختلف المجالات، غير اكو ناس مؤهلين يدرسون طلاب، غير اكو ناس يجون يطبون الدرس يشرحوه شرح تمام وافي وكافي وافي وشافي العفو يعني. دول شلون ما جو يدمج بالاسم والبلد احزاب وعصابات؟ انا من رايي من وجهه نظري خلي اقول 90% من المنتسبين اللازمين الدوائر او الوزارات العراقيه وبالاخص التعليم اغلبيتهم ما اندمج، ما يفهمون معنى التعليم شنو. ما يفهمون معنى التدريس، معنى ان يوعوا ان يدرسون لمصروف هذا. هي فوضى بالعراق. يعني ابسط شيء الملكي بيجي يطبل الصف. يعني هاي كل مدارس العراق موجوده. اتحدى اي واحد يقول لي ما موجوده. يعني من يقول مثلا طلعوا الكتاب غير هو يشرح الدرس والطلاب ويطالب على الشنو راح يطالب يلا هذا انت بالانترنت، هذا من يقرا بالانترنت طلع من اليوتيوب مواد، هذا يقرا بدون ما يفهم شلون يفهم هذا الدرس، هذا حيكمل المسيره التعليميه. نظام العراق، نظام التدريس بالعراق هو هيك ماشي. فهذا الطالب من دواه يقرا يقول لك لان المعلم والمدرس ما فهمني او الاستاذ خلاك له اللعب واجي انقل منه ومن يعني سؤال يعني سيد محمد، المشكله بالكوادر التدريسيه او التعليميه الموجوده بالعراق انه هي ماذا تقدر توصل المعلومه الى الطالب بشكل صحيح، ام المشكله بضعف المنظومه التعليميه اللي انعكس على المدرس وانعكس على الطالب وانعكس على المدرسه بشكل عام، وخلى اليوم البنك الدولي يقول 90% من طلبة العراق ما يفهمون اللي يقروه؟ العيب منه؟ العيب بالنظام؟ العيب بالطالب؟ العيب بالمدرس اللي ما يعرف يدرس؟ العيب بمنه؟ بالبداية العيب المنظومة التدريسية هاي أولا،
ثانيا نجي اذا هو الطالب بيشوف المدرس ما يسوي وهيك التدريس، وهو شلون يلتزم بالتعليم، شلون هو يلتزم بالقراءه والكتابه، شلون هو يلتزم بالتحضير. اذا الخلل بداها المنظومه التدريسيه، وبعدين سلبيات اتجهت للطالب. الطالب يعني وقع بهذا الموقع، يعني وقع بهذا الصوره. نعم. اذا الخلل من نجي من المنظومه ونجي من الطالب. طيب كيف يمكن سيد محمد هسه احنا بدنا نتكلم عن مشاكل العراق في غالب الاحيان، نتحدث عن الاسباب، عن جذور المشكله. اليوم شلون احنا نلوم الهيئه التدريسيه او الكوادر التدريسيه الموجوده في العراق واحنا عندنا وزاره تربيه ضعيفه، حكومه فاسده لم تعتني بالكوادر التدريسيه. قبل 2003 كانت هناك بعثات لتطوير النظم التعليمية، المؤسسات التعليمية، بعثات للمدرسين، كانت هناك اختلاطات، احتكاك بالمنظومات التعليمية الدولية. يرجع المعلم أو المدرس امتلك خبرة، احتك وجرب في الدول الأخرى طرق التعليم الحديثة المتطورة، طريقة التعامل مع الطلبة، عاد ونقل هذه التجربة في العراق. لكن اليوم احنا دا نشوف ليش ماكو اهتمام بقطاع التعليم، أدى إلى أنه يطلع لنا جيل من المدرسين بعضهم لا يفقه ما يفعل، وهذا الموضوع أدى إلى تدهور مستوى الطلبة. إحنا اليوم نحمل المدرس مسؤولية الفشل لو نحمل القائمين على الدولة وعلى وزارة التربية. ويذكر بالبداية الدولة، لأن الدولة من وخاصة إذا مستوت وزارات من يريدون يعينون شخص. نعم. من يشوفوه هذا كامل المواصفات اللي يعلم مضبوط، الله وكيله شو يسوي له؟ يقول له انت ما تفيدنا انت. من يجي واحد مخربط يقول له انت تفيدنا. ليش؟ لان هم يريدون يسقطون نظام التعليم بالعراق. طيب. احنا حاليا نتكلم عن نظام التعليم. لان نعم. هاي مؤامره، يعني يخلقون اجيال تتجه للمخدرات للشوارع. لان هذا متعمد. متعمد تدمير اجيال. شكرا محمد. نعم وصلت الفكره. ام احمد من النجف، تفضلي يا سيده ام احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. الله يخليك استاذ محمد، شلونكم؟ الله يسلمك ام احمد، تفضلي. الله يرضى عليكم، بس ارجو شويه الصوت لان ما جاي اسمع صوتكم بوضوح، يا ريت يعلوا لي الصوت، يا ريت، يعني بدون امر عليكم. صوت الاتصال لو صوت شنو بالضبط؟ يعني صوتكم من تسولفون يعني بصراحه قوه جاي اسمعه قوه. هسه الصوت واضح عندك عالي؟ اي افضل طيب. شويه افضل. اشكركم. تفضلي يا ام احمد. استاذ محمد، شوف على الانهيار يعني ما بسولف بيه بصراحه، لان هي نتيجه متوقعه حتميه سنين صار لنا نسولف بيها. لكن ارد اجي للتملق الموجود. هي غايتي بكلامي هذه النفوس هي اللي وصلتك، لانه انا مالت اقول بس الدوله هي المسؤوله، لا. ليش؟ لانه الله سبحانه وتعالى من اكثر بايه بينات اللي بالقران يعبر عنك انت انسان خلاك بهالكره الارضيه حتى تامرها، ما خلى المسؤوليه على جهه واحده. تروس اذا انكسر سن خلص المفروض العمل هذا التروس تلف انتهى راح يتوقف الا يتصلح. احنا الناس طبلت وهوست بالمدارس الاهليه. وكأنه اللي راح يدخل المدرسة الأهلية راح يستنزف، طبعا يدرون بروحتهم، أموال راح تستنزف من عندهم، والناس شاركت بهدم المدارس الحكومية. هاي واحدة. واحدة ثانية هذا التملق العلي اللي صار شوية، طلع محامي من أعتقد الجحيشي على أحد القنوات، لو كان أكو اتصال عليهم أتصل. أنت من خولك أنت وأمثالك من تطلع تخاطب مقتدى الصدر اليد الطولة إلى بهدم العراق تقول له تقيت الوحيد أنت للعراقيين، الأمل للعراق، أنت من خولك جاي تحكي هذا الكلام؟ أستاذ محمد من هذا ومن أمثاله، والإعلام ترى لا يستهان به، الإعلام سلطة عظيمة. إذا تريد تستغلها بالسوء أو بالإصلاح. من ذولا ومن أمثالهم ثبتوا وين ماكو جلاد وماكو قاتل وما ولا تريد تجي ترى هي مو بس مؤسسة تعليمية، هي مؤسسة تعليمية من هدموها، هدموا مع بعضها كل التخصصات سواء الفنية الاكاديميه، الجامعات، كل الاختصاصات، المعاهد. طيب رايك باللي صار بخصوص تسريب اسئله مادتي مثل ما قلنا مادتي الرياضيات واللغه الانجليزيه، لانه مو بس الرياضيات مثل ما قالت وزاره التربيه، بل هناك اثبات من استاذ جامعي يؤكد انه حصل على نسخه من ماده الانجليزي. التسريب دوله
دولة بامتحانات وزارية ومرحلة انتقالية من عمر الطلبة ما قادرة تحفظ سرية وخصوصية هاي الأسئلة وتحافظ عليها، مثل ما قال أحد الناشطين في مواقع التواصل، إذا دولة ما قادرة تحفظ أو تحافظ على ورقة 30 سنتيمتر شلون أنت تقدر أو حتقدر تحافظ على حدود العراق اللي هي 3500 كيلومتر؟ هذا السؤال طرحه واحد في مواقع التواصل الاجتماعي يحتاج إلى إجابة. تعليقك شنو على هذا الموضوع؟ والله يا أستاذ محمد، هو ترى بكل بساطة هي نتيجة حتمية. أنا دائما أقولكم انتظر من ناس زنادقة شردمة قاعد على كرسي يتبجح بقتله إلي، وبعدين هاي شغلة تسريب الأسئلة. أولا هي مو أول مرة صايرة، بس إذا تريد تخليها إكوالز أدنى بالدراسة كذا إكوالز كذا بالقيمة أو خلينا نقول بالتأثير بالناتج أدنى بالدراسة يعني بالصحة، فهذه أعتقد ما تختلف عن الدرجات اللي تعطى ضمن وعدوانها عن طريق الأساسات. والله هذا عنده شهيد، هذا عنده سجين، وأساويب الإنسان اللي أخذ درجته من غير لا مدرسين خصوصيين وقاعدين على السطح يقرون بالحر وبالظلم الناس البسيطة وطلع معدل يستحق هذا المعدل أيا كان واحسن بالقبول فيما بعد، لكن أنا أحكي كجهد طالب. فها شنو تختلف عن هاي؟ يعني ليش ما راحت حقوق طلاب هم معدلاتهم عالية حقوقهم راحت بالقبولات؟ لأن وازتهم قبولات المؤسسات. فيا أستاذ محمد، أنا ما أجي أنصدم بحالة طبيعية صارت نتيجة طبيعية من حالات يعني كارثة مقدمة. أم أحمد، هي نتيجة طبيعية وحالة طبيعية، لكن اليوم لسان حال العراقيين وحتى مو من العراق اللي يسمعون هذا الخبر يقول لك في دول أخرى الوزير يستقيل، الحكومة تتحاسب على تسريب الأسئلة. الموضوع مو هين يا جماعة، الموضوع إذا تم تسريب أسئلة ومرت مرور الكرام، لولا هذه الفضيحة ربما لعبرت هاي السالفة، لمرت مرور الكرام ولا نجح من لا يستحق. أنتوا الموضوع هذا ترى مستقبل بلد، الموضوع مو لعبة، يعني حتى وإن كان ثالث متوسط هذا مستقبل بلد، مستقبل أجيال حتطلع عايشة على التزوير، عايشة على الفساد. واحد مثل ما قال هذا الدكتور مقضيها نايم للظهر ويصحى على أسئلة مسربة وعبر بهاي الطريقة، هذا إذا يطلع باكر طبيب كم واحد حيموت جويدة؟ هي مو مسألة بس الطبيب، دائما يضربون مسألة الطبيب، وهو ترى كل اختصاصات انهدمة وكل اختصاصات. نعم احنا اعطينا الطب كمثال. نعم انت تقول لي حاسب، من اللي حاسب؟ من اللي حاسب منه استاذ محمد؟ الله يخليكم، من اللي حاسب منه؟ بلدك لازم تعصاباتي. احنا ليش نضرب مثل باقي البلدان؟ احنا على مستوى الزمن السابق ليش انه طلاب تلاميذ او طلاب مدارس؟ بالله استاذ محمد، اذا طالبه من عندنا اذا تريد تسال مدرسه عن اسئله او مثلا شيء ما واضح عندها المدرس المراقب يتحاشى هذا السؤال، خاف ينعرف انه خاف يتوهمون بيه جاي يغش، لانه اللي يغشش طالب سجن 7 سنوات، واللي يسرب اسئله يتعلق ينعدم. فانت اضرب مثل بلدك قبل شلون وهسه هم عندنا نفسهم اللي هم الافضليه واللي هم الاولويه وكل ما حكوا صدام. انتم 1% من الحسنات اللي كان بذاك التاريخ انتوا ما طبقتوه. شكرا ام احمد من النجف، اشكر حضرتك، شكرا جزيلا للمشاركه. ام حيدر من بغداد تقول، ارسلت لنا على الواتساب، تقول والله التعليم صار بفلوس مثل الكهرباء ومثل هواي شغلات، انا عندي 4 وكلهم اخذوا مدرسين خصوصي، مو بس بنقص البنايات المدرسيه، الوزاره صارت فاشله. الموضوع مو بس نقص بالبنايات المدرسيه، مو المشكله مشكله مباني، المشكلة داخل هذه المنظومة، المشكلة من الداخل، من داخل وزارة التعليم، المشكلة من داخل وزارة التربية، المشكلة من داخل المنظومة الحكومية أو الحاكمة في العراق منذ 2003 إلى اليوم. نعرض الأسئلة مرة ثانية، أسئلة الحلقة مشاهدينا الكرام، وأرجو من حضراتكم أنه تشاركوا للإجابة عليها. الموضوع حساس، الموضوع يمس أبنائكم وأجيال المستقبل وأحفادكم، الموضوع مو هين أنه يمر مرور الكرام، نحتاج منكم إلى المشاركة لإبداء آراءكم والإجابة على هذه التساؤلات. ليش عندنا 90% من طلبة العراق ما يفتهمون شيء؟ هذا تقرير البنك الدولي يقول لك ما يفتهمون اللي دي يقرأوه، لعد ايش دي يسوون، لعد شنو نظام التعليم اللي دي يصير بالعراق، شنو شكل التعليم إذا كان الطالب يقرأ ولا يفهم ما يقرأ؟ هذا ايش حيتخرج، شي يصير شلون تتسرب الأسئلة بهذه الطريقة دون رقابة؟ ليش ماكو محاسبة؟ ليش ماكو استقالة من وزير التربية على أقل تقدير؟ ويانا سيد ناصر من بغداد، تفضل يا ناصر. مرحبا أستاذ محمد، حياك الله، أهلا وسهلا.
سالم محمد اليوم الموضوع يعني شيق هو بالحقيقة، لكن أخباره يعني حقيقة إحنا تسريب الأسئلة، تسريب الأسئلة استمتعناك للطالب وغايتهم أنه منفعة، غايتهم تهديم الكفاءات، لأن هذه الكفاءة يعتمد على معلوماته وعلى استنتاجاته. يجدون الأسئلة ربوها متعمدين حتى الناس والضعفاء خصوصا الأحزاب يكون هذا ضعيف، فيجدون يعبرون الأسئلة غايتهم شنو؟ غايتهم تقوية العنصر الغير قوى على الكفر، هي غاية تهديم. لكن أنا أقول لك أستاذ محمد بحكم أنه كنت عسكري سابقا، أنا لو قلت هسه أعيد اللي أسست يعني أسست هذا الامتحانات التحقيق، أعضاء اللجان ينحالون إلى التحقيق يعرفون من المقصر الحقيقي، فمو يتهمون مثل حارس أو فراش أو لا لا، أعضاء اللجنة اللي شكوا الأسئلة هم اللي عبروا الخبر، لأن الناس الوحيدين يعرفون مضمون الأسئلة. يعني ثواني حتى افهمك، لين صوتك دا يقطع حتى لا يمر الكلام بدون، يعني انت دا تقول انه اعضاء الهيئه التدريسيه هم المتورطين بتسريب الاسئله 100%؟ استاذ شلون 100%؟ شلون اثباتك شنو؟ دليلك شنو؟ حكم التعليم ودليلي هم اللي يعرفون المضمون، عبروا المضمون. بس لحظه ابو سيد ناصر، سيد ناصر شنو مصلحة أعضاء الهيئة التدريسية أنه يسربون أسئلة الامتحانات؟ الغاية تهديم المجتمع. دولة يعني إحنا بدنا نتكلم هذا الكلام، إحنا بدنا نقول بأنه هذه الفئة مدفوعة، لو أكو واحد يريد يعني ينشهر مثلاً ويسوي الحركة، يعني شنو يريدون تهديم المجتمع؟ هم مجموعة تهديم المجتمع بأكمله. العنصر الغير كفو يخلوه يستلم، يعني المسؤوليه بهذا الموضوع، المسؤوليه بهذا الموضوع مسؤوليه اعضاء هيئه تدريسيه، لو مسؤوليه وزاره التربيه التي تعتبر هي الجهه المشرفه على الامتحانات للمراحل الانتقاليه. يعني الموضوع احنا ما بدنا نحكي اول وثاني ابتدائي، احنا بدنا نتكلم عن ثالث متوسط، اسئله وزاريه مثلها مثل السادس الاعدادي اعتقد هو بالعراق سادس، نعم. فهذه المراحل مثل السادس الابتدائي، هذه مراحل تعتبر مراحل انتقالية المشرفة عليها تكون الوزارة، شلون تطلع الأسئلة من الوزارة؟ كيف تسرب؟ أستاذ محمد اللي أسسوا هاي الأسئلة اللي وضعت الأسئلة هي من تعبرها، نعم الخبر تعبرتها مقابل مخايضة مقابل أنه تحذر. أنا لو بالتحقيق أول ما أجيب اللي شكله أسئلة، يعني بالتحقيق هاي سعيرة محمد إحنا عسكر سابقا، طيب نعرف اللجنة التحقيقية إيش تتبنى القضية من الرأس. تمام سيد ناصر، أنا أكتفي ويا حضرتك بهذا القدر وأعتذر منك الصوت مو كلش واضح، شكرا جزيلا لك. أبو عمر من بغداد، تفضل يا أبو عمر. حياك الله أستاذ محمد، الله يسلمك. قناة الرافدين كل الهلا، تفضل. استاذ محمد، هي بالنسبه ليار وضع العراق يعني امور كثيره، يعني شلون احنا نقدر نقول العراق يعني نحو الاحسن ونحو الافضل، ما طول تقود ميليشيات واحزاب من يطبون هم قدوه البلد، من يطبون بالبرلمان ولابسين الاكفال على اكتافهم، وبعض القيادات يهددون بالثوره التشرين بانه اكو اجنده خارجيه داخلهم هذول، فاستدرج من النار في ثم قدوه الحكومه العراقيه اللي تسمى بهم اللي لازمين العراق، نقدر نقول عليهم هم ناس جاهله، فكيف يكون عندنا التعليم زين؟ كيف عندنا الرقابه تكون زينه؟ كيف وزاره التربيه؟ كيف وزاره طيب سؤال سيد ابو عمر، اليوم احنا من نشوف بالموازنه انه اكو مخصصات تقدر ب 2% اقل من 2% فقط لوزاره التربيه، وعندنا ميليشيا الحشد تاخذ ميزانيه بقد ميزانيه وزاره التجاره. يعني ليش ما نوفر هاي الفلوس اللي دا تروح للميليشيات نحطها على التعليم؟ يعني 3 تريليون دينار عراقي هي مخصصات ميليشيا الحشد في موازنه 2021، 3 تريليون دينار
تخيل كم مدرسة ممكن تبني، كم مطبعة كتب ممكن تنشئ، كم يعني كم ممكن فرص عمل توفر لكثير من الخريجين. يعني هاي الفلوس إذا توزعت بشكل صحيح على قطاع التربية ما كان نهضت به أحسن مما دربي ميليشيات، أحسن مما نشتري بها سلاح؟ أكيد أستاذ، لأنه إحنا مثل ما قلت لك أستاذ هذول ناس عندهم همهم كل السلاح وقتل الشعب العراقي. يعني 13 سنة بنشوف عندهم القتل والتهجير والسجون ممتلئة، كل هاي الأمور ناسين إنه التعليم، ناسين الزراعة. فلولا إنه كانت عندهم هدفهم تطوير الشعب العراقي ووزارة التربية ووزارة التعليم، لكان عندنا أصبحوا قادة، لكان أصبحوا عندنا ناس أفكار، يعني ناس عقول. طبعا أنا عندي سؤال لك، سؤال يا أبو عمر، ذول اللي دي يحكمون العراق واحنا بعام 2022 بعام اللي دا تبدا هسه الرحلات السياحيه للقمر، مو رايحين يكتشفون، لا خلاص الناس هتروح هسه بعد كم سنه وبعد كم شهر تبدا تروح سياحه للقمر. اليوم دوله مثل الامارات تحولت الى دوله لا ورقيه، تتعامل كلها بالكمبيوتر. هل يعقل باحنا بعام 2022 بزمن التطور العراق به 2000 مدرسه طينيه؟ ذول اللي دي يحكمون ما يستحون، ما يخجلون، ما عندهم ضمير، يعني ما يغار من الدول المحيطة، من يروحون يجتمعون بلقاءات الدول أو وزراء الدول العربية أو هذه المؤتمرات الدولية، من يقول له أني أقدم لك نفسي أنا وزير التربية العراقي، يا باش عندكم عندنا 2000 مدرسة طينية، ما يستحون على نفسهم ذولا إحنا بعام 2022 عندنا مدارس كرفانية وطينية؟ هذا محمد هو اللي يقتل شعبه واللي جوع شعبه واللي يهجر بلده واللي قتل شعبه، ايش تترجى من هيك ناس ان يقدمون للوطن؟ يعني ناس يعني طلاب عندنا قاعدين عزاء، ناس يعني تخرجت من مدارس وهم جابوا رحلات على حسابهم الخاص من اجل طلبات، من اجل اولادهم ان يدرسون وان يجتهدون في دراستهم. ايش تترجى من الناس من يشوفون ابناء شعبه يتهجر يطلع من العراق للهجره مجرد ان يعيش حياته فيها حياه اعتياديه، حياه انه تليق بمقامه؟ فايش تترجى من هيك ناس ابناء شعبه من حكومه تشوف هيك الشعب بيتهجر ويطلع من سبب الفساد وسبب انهيار التعليم بالعراق اللي قاعد عندنا صار؟ ايش تترجى من هيك ناس؟ يعني عندهم غيره، هاي الغيره استاذ محمد لا عندهم غيره ولا عندهم. واهم شيء وهذا الحكي يا ابو عمر، الميليشيات ما ترضى بهذا الكلام كله، هاي الميليشيات اللي يحطون نفسهم يسمون نفسهم حماة الاعراض والمقاومه. اهم شيء لا تحكي على خميني، على خامنئي وقاسم سليماني. عوف العراق محترق، عوف العراق بلا تعليم، بلا صحه، بلا كهرباء، بلا خدمات. اهم شيء لا تحكي على خامنئي وقاسم سليماني، لان هذا يثير عندهم المشاعر. يعني المواطن العراقي اللي يبحث بالنفايات او اللي عندنا 12 مليون امي بالعراق، هاي مو مهم، لا، بس اهم شيء لا حد يغلط على خامنئي وقاسم سليماني. عم قلت لك هذا التخلف اللي عندهم، هذا اللي قاعد يصير، وهاي العبوديه وهذا المذهب اللي قاعدين يتمسكون به. يعني لو يشوفون ايران عندهم ناس، يعني ناس وصلوا خريجين، ناس ذات عقول يعني مفكره، بنت مجتمعها، بنت وطنها وبنت يعني لو ينظرون بس هاي النظره استاذ محمد لكان العراق بخير. شكرا لك ابو عمر، انا اشكر حضرتك، شكرا جزيلا للمشاركه. ايران تربي العلماء وتطور نفسها من الناحيه العسكريه ومن الناحيه العلميه، والنووي تعرفون مشروع ايران النووي، تربي العلماء والمهندسين والاطباء، والدليل ان العراقيين يروحون يتعالجون عندهم، واتباع ايران يربون الجهل والتخلف داخل العراق. بهذا أصل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج منبر الرافدين، نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.